مفيش اسنان في فمك كتيره، سواء انت كبير او صغير تعمل ايه؟ تروح فين وتيجي منين؟ انت دلوقتي هتروح لدكتور الاسنان تفكر في ايه وتفتحه في ايه في موضوع ان انت ما عندكش اسنان كتيره في بقك. اول حاجه هتفكر فيها ان انت تعمل زرعه. تعمل ايه؟ زرعه، تركب زرعات في اسنانك، دنتال امبلانت. طيب انت دلوقتي هتعتمد على حاجتين في الموضوع ده، ماديا وطبيا. ماديا لو متاح معاك ان انت تعمل زرعه لان سعرها غالي شويه، متاح معاك روح للدكتور، خش المرحله اللي بعدها روح للدكتور، الدكتور يحدد لك طبيا ينفع ولا لا عن طريق كذا عوامل هو بيعملها وبيعمل يعني فحص وتحاليل واشعه وحاجات زي كده عشان يعرف في الزرعه هتتم ولا لا. طيب تمت وكل حاجه والدنيا تمام وماشيه، اعمل الزرعه. اوعى تتاخر ان انت تعمل زرعه، اوعى تبخل على نفسك في الموضوع ده عشان الزرعه احسن بكتير 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 من الحل اللي هقولك عليه وهو التركيبه، التركيبه الثابته. تعمل ايه بقى في التركيبه الثابته؟ خلاص احنا مش هنعمل زرعه، انت مش هتروح تعمل زرعه، رايح تعمل تركيبه ثابته. بص دلوقتي ده شكل، ده الشكل دلوقتي مفيش اسنان، فدلوقتي انت هتعمل زرعه، هتعمل ايه؟ هنا برضو الزرعه بيبقى ده شكلها كده، يعني زي مسمار كده دنتال امبلانت بيتركب وبنركب عليه من فوق كراون، كراون عليه من فوق. طيب وهنا برضو ادي المكونات من قريب كده كل واحده لوحدها. طيب انت دلوقتي مش هتعمل زرعه، هتعمل ايه؟ هتعمل تركيبه ثابته او كوبري ثابت. فالكوبري الثابت ده مشكلته، عشان كده بقول ان احنا نخلينا في الزرعه افضل لو متاح ماديا وطبيا تعمل الزرعه. الافضل الزرعه ليه؟ عشان في الكوبري الثابت او في الكوبري في الفيكسد بورثودونتكس بيبقى فيها مشكله كبيره جدا، هي ايه؟ ان احنا عاوزين نعوض المكان الفارغ ده، بنعمل ايه؟ بنبرد السنتين اللي جنبهم، بنعملهم حاجه اسمها ريدكشن، فبنبرد السنتين اللي جنبهم وكاننا بنبوظهم عشان نعوض المفقود، عشان بنبردهم طبعا عشان نركب عليهم من فوق تاج من هنا او طربوش من هنا وطربوش من هنا، واللي في النص ده بنركب تركيبه ثابته بنثبتها بالايه وبندعمها بالتو ريتينرز اللي على جنبها دول. فوانت رايح روح على الزرعه، ما ينفعش الزرعه، روح على التركيبه الثابته. بس انت لو سنك اقل من 40 سنه يفضل يعني يفضل جدا ان انت تعمل زرعه، اوعى تقرب من الكوبري عشان ده يعني شيء بيبقى له بور بروجنوزس، بيبقى له مشاكل كتيره جدا وعوامل وفاكتورز بتاثر على الاستراكشرال ديورابيلتي والفيوتشر دنتال هيلث بتاع بقك، بيختلف اختلاف كبير جدا ما بين الزرعه ان انت تعمل دنتال امبلانت وان انت تعمل فيكسد بورثودونتيك او فيكسد بريدج يعني. فالافضل ان انت تروح على ايه؟ على الزرعه. طب لو انت اقل من 40 سنه استنى، حوش واعمل فلوس، يعني حوش فلوس وما تستخسرش في نفسك حاجه. طب انت معدم خالص ومفيش، روح لمستشفى تعليمي زي القصر العيني مثلا، القصر العيني التعليمي، روح لاي مستشفى تعليمي واعرض عليهم ان انت، او شوف دكتور او طالب هناك واعرض عليه ان هو يشوف لك دكتور يعمل لك الايه الزرعه مجانا. في كده وفي كده، وممكن تلاقي وممكن ما تلاقيش، بس حاول مره واتنين لحد ما تلاقي حل وان انت تعمل زرعه لو متاحه طبيا وماديا. بس وما تنسوش الفولو، ولو انت على اليوتيوب ما تنساش السبسكرايب وشير، واستنوني الفيديوهات الجايه ان شاء الله كتير، سواء نفسيا او في المجال الطبي وخصوصا في اسنان. كان معكم محمد حمدي من بيكونيا، سلام.